هسأل حسين الأول، أظن نزول كهربا الماتش اللي فات يا حسين بيمثل له شيء كتير وشيء مهم جدا جدا، إنه ناس كتيرة شككت وناس قالت خلاص، لكنه بحس إن كولر بيتعمد يروح له، كابتن رمضان بيسلم عليه بشكل جيد، نزوله حتى في الملعب بيدي أولا موقفكم كلاعيبة، وده اتعرف الحقيقة أنتوا وقفتوا وقفة قوية جدا جدا جدا. المدير الكرة كان بسم الله ما شاء الله كابتن محمد رمضان موقف، أو المدير الرياضي موقف صارم كراجل مدير ويستحقه يعني طبعا. وانتوا كمان كلاعيبه وتعاطفكم مع كهربا وقال لكم اكسبوا الغرامه هتبقى النص وخلاص هنقف على كده يعني بالزبط. لكنه النقاط دي كلها مع بقى عوده كهربا الماتش اللي فات. بص والله يا كابتن، يعني انا هبدا نقطه بس من بتاع كابتن محمد رمضان طبعا، يعني انا حابب اشكره جدا بصراحه، من الشخصيات الجميله والمحترمه معانا يعني ساعه نجاح جدا، يعني بيعاملنا كلنا باحترام وادب وكل واحد صحيح. وفي نقطة الكهرباء بالذات يا كابتن، كمان كابتن محمد رمضان كان مبسوط باللي بيحصل، كان مبسوط قال لك انا مبسوط ان انتوا قلبكم كلكم يعني على زميلكم، ان انتوا كلكم بتحبوا بعض، وانا دوت انا شفته، قال لك انا شفته حلو من اللي حصل قدامي. احنا هو كهرباء عارف احنا قعدنا ثلاث ساعات والله يا كابتن مظبوط. وبس هو كابتن محمد كان واخد قرار، بس هو بصراحه يعني هو حتى ما جابش سير الكهرباء ولا هو خالص يا كابتن، قال لك خلاص انا خدت القرار فدوت هيتنفذ، بس انتوا عشان انتوا جيتوا كده انا لو ان شاء الله كسبنا البطوله 50%. نعم. وبصراحه الشناوي يا كابتن يعني كان واقف وقفه، قالوا لي يعني عرفت. من قبل ما احنا نروح هو كان قاعد، يعني احنا من بعد العشاء هو قاعد كابتن طبعا 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 يا كابتن بصراحه، هو والسليه ورامي ومروان وياسر وقفشه وامام وعمر كمال وانا ومصطفى شوبير كتير يا كابتن، كلنا كنا قاعدين يعني كانت القعده كانت كبيره عند كابتن محمد. وكابتن محمد صراحه كان بساعة راحة كده كابتن كان مبسوط. نعم. يعني انت مش انت راح لواحد كابتن المفروض له عنده قرار، بس هو كان مبسوط اللي احنا بنتكلم معاه. هو بصراحه يعني احنا ما حدش كان متضايق ولا حد كان زعلان، احنا كنا بنحاول عشان زميلنا واخونا في الاول والاخر بالهدوء بالظبط، الدنيا يعني كانت ماشيه بالحب. هو بصراحه قال لنا خلاص انتوا لو كسبنا ان شاء الله 500,000، فاحنا كنا واخدين يعني كلنا كنا نازلين عشان خاطر كهربا، ربنا يكرمنا نكسب عشان ربنا كرمه.